النهاردة رايحين على واحد من أهم الأسواق التجارية في كوريا، وهو سوق الأجهزة المستعملة. وزي ما احنا شايفين، المكان الضخم ده منقسم لأجزاء كتير، وكل جزء هو محل مستقل بذاته. تقريباً مفيش جهاز إلكتروني ما بيتباعش هنا، موبايلات، لابتوبات، كاميرات، سماعات، أجهزة جيمينج، ساعات ديجيتال، كل حاجة حرفياً. هو مشهور بالأجهزة المستعملة، بس كمان بيتباع فيه أجهزة جديدة. العظيم في الموضوع إن كل جهاز هنا مكتوب عليه بشكل واضح حالته إيه ونسبة كفاءته كام. تقدر تجيب الموبايل اللي انت عاوزه بس بحالة أقل شوية من الجديد، وبسعر مغري جدا كمان، لدرجة ممكن توصل لنص تمن الجديد مع كل جهاز مستعمل بتشتريه. بتاخد شهر تجربة للجهاز وبعد كده بتأكد البيعة بشكل كامل. بصراحة شعب عنده احترام وأمانة كبيرة. النصيحة بقى إنك وإنت بتشتري أي جهاز لازم تتأكد إنه بيشتغل في أي بلد في العالم، لأن فيه أنواع أجهزة مقفولة على كوريا بس، ومفيش مانع من شوية فصال مصري من نوع الفاخر هيجيب والله العظيم.